السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية بكالوريا مؤسسة فيثاغورس. اليوم غادي نشوفوا نموذج ديال الفرض اللي كتصيفطت لكم في الجروب البارح. هذا النموذج ديال الفرض طبيعة الحال فيه بزاف ديال الأسئلة، تقريبا هو النموذج بحال الامتحان الوطني، كيكون الامتحان الوطني بنفس الشكل ديال هاد النموذج ديال الفرض. أول شيء قال لك الفضاء المنسوب، راه غيبان لكم في التمرين طبيعة الحال، الفضاء المنسوب لمعلم متعامل ومنظم أو إي جي كا، نعتبر النقط أ 1 1 1 و بي 2 3 0 و سي ثلاثيتها 2 2 - 1 و دي ثلاثيتها 1 2 3. السؤال الأول قال لي بين أن أ بي متجهي أ سي. السؤال الأول لنبين، وأول ألف لنبين أن أ بي متجهي أ سي كتساوي ناقص 3 إي زائد جي ناقص ك. قال لي بان ا بي متجهه ا سي كتساوي ناقص 3 اي زائد جي ناقص ك. دونك باش غنبين هذه، اول شيء غادي نحسب الجداء المتجهي. دونك اول شيء نبداو بلي نحدد احداثيات هاد جوج متجهات اللي هما ا بي و ا سي. يلا احداثيات المتجهه ا بي اش كنديروا؟ اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا، ايغريك بي ناقص ايغريك ا، زد بي ناقص زد ا. دونك احداثيات المتجهه ا بي اكس بي اللي هي شحال؟ 2 ناقص 1 اللي هي 1، ايغريك بي 3 ناقص ايغريك ا ناقص 1 اللي هي 2، 0 ناقص 1 اللي هي ناقص 1. وبالنسبه لاحداثيات المتجهه ا سي غنديروا اكس سي ناقص اكس ا، ايغريك سي ناقص ايغريك ا، زد سي ناقص زد ا. دونك احداثيات المتجهه ا سي اكس سي 2 ناقص 1 اللي هي 1، 2 ناقص 1 اللي هي 1، ناقص 1 ناقص 1 اللي هي ناقص 2. فبالتالي احداثيات اول جداء متجهي ا بي متجهي ا سي شنو كندير؟ كنحط هنا اي جي ك، وهنا كنحط الاحداثيات ديال المتجهه ا بي اللي هي 1 2 ناقص 1، ونحط احداثيات المتجهه ا سي اللي هي 1 1 ناقص 2. دونك ندير تساوي، غندير نحط غندير اي، غنإليميني هاد جوج، غنختم على هاد الرباعي، هو 2 ناقص 1 1 ناقص 2، وهنا كندير اي ناقص جي، غنإليميني هاد السطر ونخدم على هاد جوج سطور، 1 1 ناقص 1 ناقص 2، وهنا كندير جي زائد، ديما عند جي كندير ناقص إلا كتلاحظو شتا. وعند كا غنإليميني هاد السطر، غندير غير هادو، دونك شغندير؟ 1 1 2 1 مزيان تساوي، نكمل هنا ماشي مشكل. دونك ندير 2 في 2 في ناقص 2 اللي هي ناقص 4، ناقص ناقص 1 في ناقص 1 اللي هي ناقص 1 مع الناقص اللي هي زائد 1، هاي ناقص 1 في ناقص 2 اللي هي ناقص 2 ناقص ناقص 1 اللي هي زائد 1، هجي زائد 1 في 1 اللي هي 1 ناقص 2 ك. بالتالي ا بي متجهي ا سي كتساوي ناقص 4 زائد 1 اللي هي ناقص 3 اي، ناقص 2 زائد 1 اللي هي ناقص 1 مع الناقص تولي هي زائد، دونك زائد 1 جي اللي هي جي، 1 ناقص 2 اللي هي ناقص 1، دونك ناقص ك. وهذا هو الجداء المتجهي ا بي متجهي ا سي. طبعا الحق ينفعني بزاف من ضمنهم بقيه السؤال، وهو استنتاج مساحة المثلث ا بي سي. دونك مساحة المثلث ا بي سي اش كتساوي لي؟ درناها كقاعدة، كتساوي هذا المنظم هذا اللي هو ا بي متجهي ا سي مقسوم على 2 بهذا الوسط. دونك فاش غنحسب هذا المنظم، المنظم دائما هو عبارة عن جذر هذا الأفصول ناقص 3 أس 2 زائد الأرطب 1 أس 2 زائد الأنسوب اللي هو ناقص 1 أس 2 مقسوم على 2. دونك شاطيني جذر ناقص 3 أس 2 اللي هي 9 زائد 1 زائد 1 على 2، دونك كتساوي جذر 11 على 2. هذه هي مساحة المثلث أ بي سي. صافي، دونك نتمنى بأن يكون هذا السؤال واضح. دابا غادي نمشيو نستنتجو ان 3 اكس ناقص y زائد زد ناقص 3 تساوي 0، هي المعادله الديكارتيه للمستوى ا بي سي. يلا اول شيء غادي نقولوا لدينا
باش هذا السؤال باء ياك باش نحدد المعادله ديكارتيه. اول شيء عندنا هذه المتجهه ا بي متجه ا سي راه هي المتجهه المنظميه على المستوى ا بي سي، المتجهه المنظميه المستوى ا بي سي ياك، حيث هذه المتجهه هذه راه عندنا احداثيه ا بي متجه ا سي. شفنا درنا في الفيديو اللي فات ان ديما المتجهه ا بي متجه ا سي كتكون منظميه على المستوى ا بي سي. احداثيه شنو هي؟ ناقص 3 1 ناقص 1 طبعا ناقص 3 1 ناقص 1. اذا هذا المستوى ا بي سي غتكون معادله ديكارتي هي اش؟ ناقص 3 اكس زائد 1 واي ناقص 1 زد زائد دي تساوي صفر، حيت كيكون عندي ا بي سي ودائما كيكونوا هما احداثيات المتجهه المنظميه. كاين طريقه اخرى ولكن هي سهل، بغيت نحدد هاد دي غناخذ وحده من النقط اللي كتنتمي لمستوى ا بي سي، سواء ا ولا بي ولا سي غناخذو ا اللي سهل. دونك غادي نجي نكتب هنا لنحدد دي، لدينا نحدد هاد دي، لدينا مثلا ا احداثيتها واحد 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 كتنتمي للمستوى ا بي سي، يعني غنعوض احداثيتها في اكس واي و زد، فتولي عندي ناقص 3 اكس ا زائد واي ا ناقص زد ا زائد دي كتساوي صفر. كنعوض احداثيتها هنا، يعني غنعوضهم من اكس واي زد غنعوضهم بواحد واحد واحد، انا اختاريت ا حيت هي احداثيتها ساهله. دونك ناقص 3 في 1 اللي هي ناقص 3 زائد 1 ناقص 1 زائد دي تساوي صفر، تمشي لي هاد 1 مع ناقص 1 ومدي ناقص 3 داك الطرف الطيني دي كتساوي 3. وبالتالي معادلة ديكارتي ديال المستوى ا بي سي هي ناقص 3 اكس زائد واي ناقص زد زائد دي، لقيناه هو 3 تساوي صفر. ولكن ماشي هذه هي المعادلة الديكارتية اللي بغاوهم، بغاوهم نضربو في الناقص وصافي، يعني ممكن نغير الاشارات ديال هاد العدد كاملين ونغير الاشاره ديال الطرف الاخر هي صفر، ما غاديش تبدل حتى شي حاجه، يعني غير بدل الاشاره ديال هاد الطرف وصافي. دونك هتولي عندي المعادله الديكارتيه ديال المستوى ا بي سي هي 3 اكس ناقص واي زائد زد ناقص 3 تساوي صفر، وهذه هي المعادله الديكارتيه ديال المستوى ا بي سي كيف ما بغاوهم. دونك نتمنى بان يكون السؤال الاول الف وباء واضح. لحظات نمسح الصبوره وندوزو للسؤال الثاني. اذا دابا رجعنا لكم بالنسبه للسؤال الثاني الف، قال لي بين ان اكس كيساوي 1 زائد 3 تي واي كيساوي 2 ناقص تي زد كتساوي 3 زائد تي بطبيعه الحال، حيث تي بارامتر حقيقي انه هو التمثيل البارامتري لدلتا المار من دي ناخذ دي والعمودي على المستوى ا بي سي. مزيان دونك مستقيم فاش كيكون عمودي على المستوى ا بي سي، عمودي على مستوى، فإن المتجهة المنظمية على هذا المستوى هي المتجهة الموجهة لهذا المستقيم، صافي؟ أول شيء كنقول له لتكن n شنو هي احداثيتها؟ 3 ناقص 1 1 3 ناقص 1 1 منظمية على المستوى ABC، إذا فهي موجهة للمستقيم، إلى مستقيم مستقيم دلتا. فهمت ببساطة جدا هذا هو المستوى، طب هذا هو المستوى ا بي سي ياك، وعندي هذه المتجهة منظمية عليه، هذه المتجهة منظمية عليه، وعندي هذا المستقيم دي عمودي على هذا المستوى ا بي سي، فإن المتجهة المنظمية على المستوى هي المتجهة الموجهة، يعني موازية، المتجهة موجهة للمستقيم دي. مزيان مزيان، ولدينا خاصني نقطة دلتا مار من النقطة د، شنو هي النقطة د؟ احداثيتها واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، يعني ببساطة جدا التمثيل البارامتري ديال اكس ديال دلتا هو اكس واي زد تساوي كنحط احداثية النقطة اللي مر منها واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، وكندير في تي كندير المعاملات ديال أو الاحداثيات ديال المتجه الموجه ديال زائد ثلاثة تي ناقص واحد تي اللي هي ناقص تي زائد واحد تي اللي هي زائد تي، حيث تي ينتمي الى ا. دابا هذه الطريقه المباشره انك تحطها ديريكت، كاين شي اساتذه يقول لك لا انا خاصك توريني بحال لقيتي هاد التمثيل البارامتري، هذا الشيء اللي غنوريكم دابا. انا ببساطه جدا شنو غندير،
مادام هذه ما افترضتش شنو كنقول له؟ كنقول له لتكن ام اكس واي زد من دلتا، حيث المتجهات دي ام تساوي، كنحط عليها ثيتا، اكس ناقص واحد، واي ناقص اثنان، زد ناقص ثلاثة. القاعدة، القاعدة دي حيثية المتجه. إذا شتكون عندي؟ غتكون عندي هاد المتجهات دي ام هي وهاد المتجهة ان ممكن يتساووا في حالة واحدة، إذا ضربنا واحد المتجه ان في واحد البارامتر حقيقي ممكن يتساووا، يعني يولوا متساويين، لأنه هما أصلا متوازيين، ولكن باش يتساووا في الطول ديالهم غنضربوا هاد المتجه ان في واحد البارامتر دي. إذا غتكون عندي هاد المتجهات دي ام كتساوي المتجه ان، ولكن حنا ما ضامنينش غتساوي، غنضربوها في واحد البارامتر تي، حيث تي ينتمي الى غرو الاصل ديال التمثيل البارامتري. مزيان، يعني شنو غيولي عندي؟ غتولي هاد المتجهه كتساوي احداثيه هاد المتجه كتساوي احداثيه هاد المتجه. احداثيه المتجه ان شنو هي؟ المتجه ان عندنا هي 3، ولكن مادام مضروبه في تي غتولي 3 تي، هاي 3 تي، وهنا ناقص 1 في تي، ناقص تي، واحد في تي اللي هي تي. شوف راه خدينا غير المتجه ان وضربناها في تي، يعني ضربنا الاحداثيات كلهم في تي. يلا افصل هذا المتجه كيساوي افصل المتجهات تي ان، يعني اكس ناقص واحد كيساوي افصل هذا المتجه 3 تي، اكس ناقص واحد كيساوي 3 تي، ايكغيك ناقص جوج، ايكغيك ناقص جوج كيساوي ناقص تي، زد ناقص ثلاثة كيساوي تي. يعني هذا المستقيم دلتا التمثيل البارامتر ديالو هو اكس كيساوي ندو واحد لهون واحد زائد ثلاثة تي، ايكغيك كيساوي ندي ناقص تي اللي هي اثنان ناقص تي، زد كيساوي ندي ناقص ثلاثة تي اللي هي ثلاثة زائد تي، حيث تي ينتمي الى ار. يعني لو بغاك مثلا توضح له كتوضح له غير بهذه الطريقة، هذه بسيطة جدا. دونك هذا فيما يخص التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا المار من تي والعمود على المستوى ار بس. هذا المستقيم ما عطاهوليش هكاك، هو الطريقة باش كتبينو سهل، ولكن كينفعني بزاف في واحد السؤال من بعد ديال الفكر. دونك باء قال لي حدد مثلوث احداثيات، لنحدد باء لنحدد مثلوث احداثيات اش على ما اظن تقاطع دلتا والمستوى ابس، على ما اظن تقاطع دلتا والمستوى ابس. مزيان، شنو كندير؟ ها هي درنا شحال مرة كنحط واحد النظمة، كنكتب هنا لنحل النظمة، لنحل النظمة، النظمة فيها التمثيل البارامتر ديال المستقيم إضافة للمعادلة الديكارتي للمستوى، يعني إكس كتساوي واحد زائد ثلاثة تي، إيكغيك كتساوي اثنان ناقص تي، زد كتساوي ثلاثة زائد تي، وكنزيد معاهم المعادلة الديكارتي ديال المستوى اللي هي ثلاثة إكس ناقص إيكغيك زائد زد ناقص ثلاثة تساوي صفر. نسمي مثلا هذه واحد جوج ثلاثة أربعة، وكنكتب لهم نعوض واحد وجوج وثلاثة نعوضهم في المعادلة أربعة. دونك نكتب هنا لنعوض x و y و z في المعادلة أربعة. يلا غنحيد x و نعوضه بواحد زائد ثلاثة تي، يلا هادي ثلاثة غنحيد x، أنا حيدت و غندير بلاصتو واحد زائد ثلاثة تي، واحد زائد ثلاثة. سؤال بسيط جدا، ها طريقة التعويض اللي كنتو كتقراوها في النظمات من التاسعة. و غنحيد y خلينا ناقص و ندير اثنان ناقص تي زائد، ما فيهاش شي مشكل، زائد عفوا 3 زائد تي، 3 زائد تي، ما ننساش هاد ناقص 3، ناقص 3 تساوي صفر، ونحاول نجبد تي صافي. دونك نشر 3 زائد 9 تي ناقص 2 زائد زائد تي زائد 3 تي زائد 3 زائد تي ناقص 3 تساوي صفر. هادوك على متقابلين بعدا من دابا. مزيان، عندي 9 تي زائد تي زائد تي اللي هي 11 تي. شوف لما كان عندي شي خطا الله اعلم. مزيان، دونك 3 ناقص 2 اللي هي 1 تساوي 0، دونك 11 تي كتساوي ناقص 1، دونك تي كتساوي ناقص 1 على 11. مزيان، شوف لما كان عندي شي خطا، دونك 3 اكس ناقص ايكغيك زائد زد ناقص 3 تساوي 0. مزيان، عوضنا الاحداثيات، حيدنا واحد زائد ثلاثة، عوضنا هنا واحد زائد ثلاثة تي، وهنا اثنان ناقص تي عوضناهم، اثنان ناقص تي مزيان، وهم ثلاثة زائد تي عوضناها، ناقص ثلاثة تساوي صفر.
تسعة تي زائد تي زائد تي اللي هي 11 تي، ثلاثة ناقص جوج اللي هي واحد، صافي مزيان. دونك تي على ما أظن صحيح، إذا ما كان شي خطأ الله أعلم. دابا غنرجع غادي نكتب له لنعوض تي فين؟ في المعادلة الأولى والثانية والثالثة، في واحد واثنان وثلاثة. يلا دونك إكس يساوي واحد ها هي زائد ثلاثة فاش في تي، تي اللي هي ناقص واحد على 11، دونك تساوي واحد ناقص ثلاثة على 11، دونك ثاني 11 ناقص ثلاثة اللي هي 8 على 11. ها مبسوط، ملي كان عندي شي خطأ أنا كنعتذر، لأنه يمكن بعض المرات أنا بشخصي ندوخني الحساب. دونك اثنان ناقص ناقص واحد على 11 اللي هي زائد واحد على 11، دونك جوج في 11 اللي هي 22، 22 زائد واحد اللي هي 23 على 11، زد شو تساوي؟ ثلاثة زائد زائد ناقص اللي هي ناقص ناقص واحد على 11، دونك ثلاثة في 11 اللي هي 33 ناقص واحد اللي هي 30 على 11. هل أنسوب؟ هل أرتوب؟ هل أفصل؟ إذا أش إحداثياتها 8 على 11، 23 على 11، 30 على 11. أنا كان أعتذر إذا كان شي خطأ أنا ما انتبهتلوش، المهم تما المهم عندكم هو الطريقة. دونك نتمنى بأنه يكون السؤال الثاني واضح. لحظات مسح الصبور، نزول السؤال الثالث. مزيان، دونك دابا رجعنا لكم بالنسبة للسؤال الثالث والأخير اللي عندنا فيه ألف وباء وجيم. قال لي بين أن أو لتكون إس في الكا معادلتها الديكارتية، إس في الكا معادلتها إكس أس تي 2 زائد إيكغي أس تي 2 زائد زد أس تي 2 ناقص 2 إكس ناقص 4 إيكغي ناقص 6 زد زائد 5 تساوي صفر. مزيان، قال لي بين أن النقطة دي هي مركز الفيلكا إس وشعاعها آر كيساوي 3. مزيان، دونك أنا أش غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي المرة الفايتة كنا درنا في الفيديو الفايت كنا حددنا المعادلة الديكارتية ديال عفوا حددنا مركز الشعاع ديال الفيلكا، حددناهم بديك الطريقة ديال أ و ب و سي. في الفيديو أنا غنحددها بطريقة ديال المستبقة الهامة، صافي. يلا دونك غادي نجي ندير تكافئ إكس أس تي 2 ونجي حداها ناقص 2 إكس باش تكمل المستبقة الهامة. شنو خاصها؟ خاصها واحد، دونك غنزيد واحد أس تي 2 ناقص واحد أس تي 2 صافي. أنا ساليت مع هاد إكس أس تي 2 مع إكس، غندوز إيكغي زائد y أس تي 2 ناقص 4 y. شوف فيها y أس تي 2 ناقص 2 في y في 2، يعني شنو خاصة؟ خاصة زائد 2 أس تي 2 ناقص 2 أس تي 2، زيد نمشي زد زائد زد أس تي 2 ناقص 6 زد. شنو فيها؟ ناقص 2 في زد في 3، يعني غنزيد 3 أس تي 2 وننقص 3 أس تي 2 وتبقى زائد 5 تساوي صفر. مزيان، ها هما ثلاثة ديال المستبقات الهامة أنا كنحددهم لكم هنايا، ثلاثة ديال المستبقة الهامة. هذه المستبقة الهامة الأولى شنو هي؟ x ناقص واحد الكل أس تي 2 ناقص واحد، زائد هذه المستبقة الهامة الثانية هي y ناقص جوج الكل أس تي 2 ناقص جوج أس تي 2 اللي هي 4، زائد المستبقة الهامة الثالثة هي z ناقص 3 الكل أس تي 2 ناقص 9 زائد 5 تساوي صفر. دونك ناقص واحد ناقص 4 هي ناقص 5 زائد 5، هادو غيمشيو متقابلين، تبقى لي ناقص 9 ندير داك الطرف. شطيني x ناقص 1 الكل أس تي 2 زائد y ناقص 2 الكل أس تي 2 زائد z ناقص 3 الكل أس تي 2 تساوي 9 اللي دينا داك الطرف، هذا ناقص 9 اللي هي 9 اللي هي 3 أس تي 2. إذا الفيلكا أو عفوا d شنو هي إحداثيات d؟ حنا كاع مثلا منقولوش d، شنو إحداثيات المركز؟ 1 2 3 اللي هما أصلا إحداثيات d. إذا d 1 2 ثلاثة مركز للفيلكا S و R كيساوي ثلاثة شعاعها مزيان. هاني جاوبت على بهذه الطريقة هذه، نتمنى بأنها تكون واضحة. دونك دابا أحسب المسافة بين D والمستوى ABC، بغيت نحسب المسافة بين النقطة D والمستوى ABC، يلا نحسبوها. هذا السؤال ألف، دابا ألف عفوا، بعد ندوزو لباء. ب لنحسب المسافة بين النقطة D والمستوى ABC، دونك D مسافة distance من بين النقطة D والمستوى ABC،
دونك دائما كندير تساوي القيمه المطلقه على الجذر، كنضرب الافصول ديال النقطه في المعامل ديال اكس، واحد في 3 اللي هي 3 زائد الارتوب ديال النقطه في المعامل ديال الواي، 2 في ناقص 1 اللي هي ناقص 2، الانسوب ديال النقطه 3 في المعامل ديال زد، 3 في 1 3، ونزيد هاد المعامل هذا القادر الاخر اللي هو دي ناقص 3. على هنا كنحط دوك المعامل ديال اكس وواي وزد كنحطهم اس 2، راه عندكم القاعده 3 اس 2 زائد ناقص 1 اس 2 زائد 1 اس 2، دونك كتمشي ليها 3 مع ناقص 3 بعد، وتبقى لي القيمه المطلقه لي 1 على جذر 3 اس 2 اللي هي 9 زائد 1 اس 2 اللي هي 1 زائد 1 اس 2 اللي هي 1 اللي كتساوي عندي 1 على جذر 11. هذه هي المسافه من بين النقطه دي والمستوى ا بي سي، هذه المسافه بين النقطه دي والمستوى ا بي سي، مسافه من بين النقطه دي والمستوى ا بي سي كتساوي 1 على جذر 11. 1 اصلا صغر من 3، خلي لك كتنقصوا مع جذر 11، دونك هاد النقطه دي اللي هي مركز الفلكه، المسافه بينها من بين المستوى ا بي سي صغر من الشعاع، يعني هاد المستوى ا بي سي غيقطع عليه الفلكه في دائره عندها مركز وعندها شعاع. كيقول لي دابا السؤال على ما اظن جي، كيقول لي استنتج ان المستوى ا بي سي يقطع الفلكه اس وفق دائره تي محددا مركزها وشعاعها. اول شيء نبداو بمركزها، دونك اول شيء غنقولو بعدا، اول شيء لدينا الشعاع كيساوي 3، والمسافه من بين المركز ديال الفلكه اللي هي دي والمستوى ا بي سي كتساوي 1 على جذر 11. شكون اللي كبر؟ كبر 3. اذا شنو نقول له؟ اذا هاد المسافه اللي من بين المركز ديال الفلكه اللي هو دي والمستوى ا بي سي اصغر من الشعاع، اذا المستوى ا بي سي يقطع الفلكه في دائره تي لنحدد شعاعها ومركزها. وسهل حيث اصلا الشعاع عنده قاعده باش تحسبه، والمركز اصلا حنا جبدناه ولكن خصنا غنوضحوا له بحال اش جبدناه. بالنسبه للشعاع نرمزوا له ب ار صغير، هذا الشعاع ها مثلا نرمزوا له ب ار، عندنا قاعده كيساوي اش كيساوي؟ كيساوي الشعاع ديال الفلكه اس 2 ناقص المسافه بين المركز ديال الفلكه والمستوى اللي يدي اس 2، دونك اش كتساوي؟ جذر المركز عفوا الشعاع اللي هو 3 اس 2 ناقص المسافه 1 على جذر 11 اس 2، دونك كتساوي جذر 9 ناقص 1 على 11، دونك كتساوي جذر عندي 9 في 11 99 ناقص 1 اللي هي 98 على 11. باش ما عندهاش شي تبسيط شوف واش كاين شي تبسيط، دونك عندي 45 49 49 في جوج، دونك كتساوي جذر وخا نفكو نديرو جذر على جذر 11 جذر 49 في جوج اللي غتساوي 7 جذر جوج على 11. هادي هي هذا هو الشعاع ديال الفلكة. مزيان نخرج عندكم دابا بالنسبة للسؤال، تتمة السؤال وهو تحديد مركز دائرة التقاطع. نختار نرسم لكم الشكل باش يكون واضح لكم مزيان علاش غادي نقول واحد النقطة هي مركز الدائرة باش يكون واضح لكم مزيان. أول شيء هذا هو تقريبا الشكل التقريبي للتمرين اللي عندكم. عندنا المستوى ABC هو هذا، وعندنا هذه هي الفلكة S، بطبيعة الحال الفلكة S متقاطعين في واحد الدائرة، حددنا الشعاع ديالها هاد الدائرة، يلا ديجا حددنا الشعاع ديالها على ما أظن راه هو اللي هو 7 جذر 2 على جذر 11 عفوا على جذر 11. مزيان، ثاني شيء بغينا دابا نحددو مركز هذيك الدائرة، مركز هذيك الدائرة ديال التقاطع راه هي التقاطع ديال المستقيم دلتا والمستوى ABC لسبب بسيط. علاش؟ لأنه شنو هي أصلا هذاك المركز؟ شنو هو؟ هو التقاطع ديال المستقيم المار أو المسقط العمودي للدي، هو المسقط التقاطع ديال المسقط العمودي للدي ياك والفلكة إس. دونك أول شيء كنكتب له لدينا مركز الدائرة تي هي تقاطع المسقط العمودي للدي، أو بلا ما نقول تقاطع نقول غير هي المسقط، نقول هي المسقط العمودي للدي
نقطة دي، وعلى المستوى على المستوى ABC، ولدينا هكذا لدينا هذا المستقيم دلتا مار من دي وعمود المستوى ABC، ولدينا دي عفوا دلتا مار من دي وعمودي على المستوى ABC. إذا مركز الدائرة تي هو النقطة التقاطع من بين هو تقاطع نقطة تقاطع أو تقاطع المستقيم دلتا والمستوى ABC. حاش غنحددها؟ أصلا ديجا حددتها، تقاطع ديال المستوى ABC والمستقيم دلتا هي النقطة H، وبالتالي H اللي ديجا حددنا حداثيتها اللي هي 8 على 11، 23 على 11، 30 على 11، هي مركز الدائرة تي. دونك كنتمنى بأنه يكون السؤال واضح، إن شاء الله يجدد اللقاء ديالنا إن شاء الله في فيديوهات جايين. الله يهديك.